كل حضراتكم مره تانية. عندنا في الفقره دي كلام كتير عايزين نتكلم فيه يخص الكوره طبعا محليا وقاريا، يخص النادي الاهلي والمنتخب، يخص افريقيا والنهائي بين نيجيريا وكوت ديفوار، وكمان يخص كاس الامم الاسيويه والنهائي العربي طبعا اللي كلنا تابعناه بين قطر والاردن. ملفات كتير هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ كريم فضل الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا كريم. صباح الفل يا استاذ كريم. صباح النشاط. النشاط والاجنده الدوليه الثقيله. طب يا جميل، احنا عندنا كلام كتير النهارده. طيب انا هبدا معاك طبعا انا وكريم بالحديث عن كوت ديفوار، وكنا بنتكلم في الانترو اصلا بنقول يعني فعلا هي بطوله ما فيهاش حسابات، وبطوله تقريبا كل نتائجها غير متوقعه واحداثها. محدش كان ابدا يقول ان نيجيريا هتخسر امام كوت ديفوار او كوت ديفوار تفوز على حساب نيجيريا، مش بس فكره اللي هي الاكبر عددا في الحصول على البطولات، دلوقتي هم متساويين 3-3، بس كمان لان كوت ديفوار عندها كان تذبذب اداري، كانت برضو منتظره تقدم المغرب او فوز المغرب، يعني كان ليها حسابات، ولكن المساعد بتاع المدرب هو اللي كمل معاهم. بس كلها تقول لك لا، اللي بيحصل في كوت ديفوار مش مؤشر، لكن شوف بقى اللي حصل. يعني بتفسر اولا ده بايه؟ بعد كده شفت المباراه ازاي؟ بصي، اذا هبت ريحك فاغتنمها. هي خلاص، هي جات لهم الفرصه على طبق من ذهب واغتنموها بشكل مثالي. فكره ان ميرسي فايه هو اللي يتولى المسؤوليه دي كانت حاجه في صالح منتخب كوت ديفوار مش ضده، بالرغم ان طبعا يعني بعد اقاله جاسكيه مع الهزيمه الثقيله بالرباعيه يعني امام منتخب غينيا الاستوائيه والهزيمه من قبلها من نيجيريا، يعني هزيمتين ورا بعض، تلقي 5 اهداف بدون تسجيل على ارضك، الجمهور ساير، فرانكي سي نفسه اللي هو يعتبر من واحد من نجوم البطوله تحدد بالازايز وتشتم وتهاجم، ثوره عارمه داخل ابيجان وفي كل المدن الايفواريه، مره واحده كوت ديفوار بتصعد احسن توالد، ولا وبتلعب مين؟ السنغال اللي هي المرشح الاول لللقب مع المغرب في الوقت ده. وبعد كده بقى حصل اللي كان المفروض يحصل، يعني كان في لاعبين تم استبعادهم، لاعبين مهمين ظهر مستواهم مع منتخب كوت ديفوار مع توالي المباريات. ميرسي فايه ده واحد من يعني بجمله بقى الايه الدروس المستفاده، يعني طبعا انك على السوشيال ميديا قعدوا يكتبوا مفيش اخطر من رجل عادة من الموت والكلام الجميل ده، ودي حقيقه. يعني ميرسي فايه ده لاعب كان واحد من نجوم منتخب كوت ديفوار اللي لعبوا نهائي امم افريقيا 2006 قصاد منتخب مصر، كان بيلبس رقم 7، اعتزل وعنده 22 سنه بسبب الاصابه، يعني تم اجباره على الاعتزال بسبب الاصابات. بعد الاصابه دي خلال ال 12 سنه هو حاليا 40 سنه، يعني يعتبر اصغر مدير فني حقق البطوله وضرب رقم كلود رواه. خلال ال 12 سنه دي اشتغل على نفسه بقى، اخذ دورات وكورسات واخذ الرخصه الدوليه من الاتحاد الدولي واشتغل عليها، اشتغل في فرنسا، اشتغل في فرق الشباب هناك، وبعد كده تولى مسؤوليه فريق الاولمبي او المنتخب الاولمبي، وبعد كده تم تصعيده للمنتخب الاول. اخذها مرحله مرحله، ما كانش عنده حد يساعده، ما اعتمدش ان هو كان زميل ديدي دروجبا مثلا وكل لبيب بالاشاره يفهم. طب وبالتالي بحب انا الرسائل مش سهله ابدا. لا هي بين السطور، ما هي ماشيه كده. يعني هي بتمشي كده. انت تستحق، لو حضرتك ما تستحقش المكان اللي انت قاعد فيها غيرك هيجي مكانك بالظبط، وعمرك ما هتقنعني. طب انت حصل دلوقتي احنا بنتكلم بجمله بقى الدروس المستفاده، ودي نقطه تستحق التوقف امامها الحقيقه. اللي حصل مع المدير الفني لكوت ديفوار نتيجه هزيمتين متتاليتين لم يرضى عنهم الجمهور الايفواري ولا الاتحاد، واقالوا على طول قرار الاتحاد في ساعتها وفي وسط البطوله. شكرا. احنا مرت علينا لحظات مشابهه قبل كده كتير. مش بتكلم على النسخه دي على فكره، انا بتكلم بشكل عام، مرت علينا اللحظات دي، بس دايما بيتقال عندنا ايه؟ طب نكمل، طب نتقل عليه، عارف الحاجات دي ليه بره مش موجود عندهم بالقطعة. لا بس على فكره ده هو ده الصح اللي بيحصل عالميا، ان هو كوت ديفوار برضو كانت متسرعه، ناس كتير انتقدت قراراتها. هي مش تسرع، هو يعني خلاص يعني كان يعني خلاص هو لا هي بجمله الموضوع يعني. انهي الاصح؟ الاصح هي زي ما عملت كوت ديفوار
ولا زي ما احنا عاده بنعمل بنتقل وقت لما نتشال؟ لا هي في مؤشرات يعني. انا اوكي انا احنا العام الماضي اتقلنا كريم، ده احنا ثلاثه، انت عايز تغير ايه اكتر من يعني كده؟ لا انا معاكي ان انا ممكن، بس اديني مؤشرات وهم احنا. لا بس بيتقال عندنا حته دي، اديني مؤشرات، اديني حاجه تخليني اقف قدام الجمهور اقول انا كاتحاد كوره او عضو اتحاد كوره ادافع عنك. انما انت مثلا تخسران اربعه وخسران من نيجيريا بهدف والمباراتين على ارضك، البطوله كلها على ارضك، طبعا انت ما قدرتش تكسب ألغينيا بسبب اضعف منتخبات المجموعه، تلقيت خمس اهداف ما حصلتش في تاريخ البطوله كلها ان المنظم يحصل يخسر بالنتائج دي. فطبيعي جدا ان انا ما اقدرش كاتحاد ايفواري يعني ان انا ما اقدرش ادافع عنك واقول لا كمل، لا امشي. بعدين في حاجه مهمه، هو الريسك كان من ايه؟ اصل عقده فاضل له قد ايه؟ اصل خايفين من الشرط الجزائي. لا وما عندهمش 15 يوم مده سماح يعني. لا هي الفكره كلها، ممكن اسال سؤال صغير قبل ما ننتقل لنقطه ثانيه، كان عندهم شرط جزائي قد ايه؟ ما عندهمش. لا معقوله؟ لا ما عندهمش. هو في حد عقود بتتكتب كما ينبغي يا استاذ؟ يا استاذه بصي انا دلوقتي هجيب، صدق زعلت. الله طبعا انا هجيب سين مدير فني في بطوله كبيره وانا واحد من المنتخبات الكبرى المرشحه يعني مصر، نيجيريا، السنغال، الجزائر، المغرب، كوديفار، كاميرون، دي منتخبات بتخش اي كاس امم مرشحين صح طبعًا ولا لا طبعًا. مهما كان مستواه فطبيعي جدا ان انت في حاله عدم التاهل لكاس العالم، في حاله خساره كاس الامم الافريقيه، بتتم اقالتك بدون شرط جزائي. انت اللي تدفع لي المفروض والله. ده وضع طبيعي جدا، وضع طبيعي. هو دونجا لما بيخسر مع البرازيل كاس العالم وبيتم اقالته بيقول لهم ادوني شرط جزائي، ده انت يعني البرازيل. عندنا ازمه في كتابه اصلا العقود طبعًا. ودي مش اول مره، دي متكرره يعني. الإجابة يعني طبعا ده في مش غلطة، ده في عوار صريح في بالظبط، في أخطاء كارثية. ده يكاد يكون عاد إذعان أصلا يا أستاذ. آلية الاختيار نفسها يعني، أنت لما بتيجي تختار إيه هي الأسس اللي أنت بتختار بناء عليها مدير فني للمنتخب الأول؟ طيب المنتخبات الناشئين والشباب بتبقى معروفة شوية، اللي هو مرحلة عمرية، تأهيل، تأسيس، الراجل يكون اشتغل قريب منهم في السن، اشتغل في حاجات زي كده اكاديمي اكتر، تمام. لا منتخب اول لا، عنده خبرات في بطولات قاريه، عنده سي في محترم اكتسبه من خلال ممارسات كتير جدا. ما هو قال لك ده على قد ايدينا، ما هي القصه كلها دلوقتي. هو 200,000 دولار على قد ايدينا. ما هو قال لك احنا على قد ايدينا، لو عايز حاجه احسن. يا اخي ايه اللي يضايقك في حاجه زي كده؟ ما انت كاتب على نفسك شرط جزائي قد ايه؟ طب ادوني 10,000 دولار وانا هخسر الماتشات دي برضه، هتعادل وهمشي بنفسي. بتتكلم على 200,000 يورو تقريبا. 200,000 يورو يعني 200,000 يورو كمان مش دولار، دي لا رقم كبير على فكره. لو انت بصيتي كل المنتخبات الافريقيه ما عدا الجزائر بتاخد اقل من الرقم ده كلها، بما فيها حتى بيسيرو، بما فيها هوجو بروس اللي حقق البطوله من قبل مع منتخب جنوب افريقيا وقدم اداء هايل. انت شفتي منتخبات كاب فيردي، منتخب انجولا، يعني موريتانيا، عملوا كفانا تقريب في المواجع. تعالوا خلينا تنبنا كفايه. لا خلينا في البطوله دي، اسيا ونهائي عربي، وشفنا تالق للمنتخبات العربيه في كاس الامم الاسيويه أكبر بكتير الحقيقة من اللي شفناه من منتخباتنا العربية في كأس الأمم الإفريقية. برضه نفس الفكرة على فكرة، يعني حلوة نفس الفكرة على فكرة. أنت بتقول شعر. أنت بتقول شعر يا أستاذ. الحسين عمود. طبعًا المنتخبات العربية قدمت بطولة هائلة جدًا، وبنبارك لمنتخب قطر على التتويج للبطولة المرة الثانية، بنبارك منتخب الأردن على الأداء والوصول للفاينل لأول مرة في تاريخه طبعًا. وتقديم نسخة أسطورية من كل الأوجه. بس هي نفس الفكره يا استاذ كريم، نفس الفكره. ليه بقى؟ المدير الفني حسين عموته بيخسر بالسته من اليابان، بيخسر في السعوديه، في تصفيات كاس العالم ست مباريات وديه ما بيكسبش خالص خالص، في تصفيات كاس العالم بيخسر من السعوديه في الاردن، بيتعادل مع منتخب طاجكستان. طب بالتالي الاتحاد الاردني يعمل ايه لو احنا مكانه؟ يمشي. بس هم مخليين. هو ده اديتني بشاير، اديتني ايحاء ان انا لا لازم ابقى سبورت ليك، لازم ادعمك. بشاير ايه وانت لسه بتقول ان هو خسران ست ماتشات ورا في اداء بيحصل وفي وصلوا للنهائي اهو في النسخه دي وتشيز. هيعمل ايه؟ انا بتكلم على ما تاريخه؟ قبل مرحله تاريخه ما قبل بقى. هو في البطوله دي تقلوا عليه يعني زي ما احنا بنعمل بالظبط، بس ايه؟ بشرط ان في حاله خروجك من الدور الاولاني هتتم اقالتك. هي دي بقى النقطه الفايصل. كمل وعمل مباريات قويه جدا، وعمل حاجة مهمة قوي. حسين عموتة خلال مرحلته التدريبية كلها من بدايته بيلعب 4-2-3-1 وبيغيرها أحيانا 4-3-3،
طيب هو عنده ازمه كبيره جدا في قلب الدفاع والباك رايت بالتحديد برغم من تالق احسان الحداد. يعني عمل ايه؟ غير طريقه اللعب بقت 3-5-2 وادى حريه حركه كبيره جدا 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 او خلاها يعني ايه 3-4-1-2 لان ادى موسى التعمري حريه كبيره انه يتحرك شمال ويمين وفي القلب ويعمل كل اللي هو عايزه لان موسى امكانياته المهاريه بتظهر من كده ما تقيدوش بمركز بلس ان هو اكتف جدا على الجون يعني لاعب بيستلم الكوره بيروح على الجون مباشره وعنده من المهاره اللي تخليه يقدر يعدي من واحد واثنين. طيب عنده اثنين روس حربه مميزين يزن نعمات واحد من اكتشافات البطوله طبعا يعني كل الجمهور بيتمنى ان هو يكون لاعب وهيبقى حر على فكره خلال الفتره المقبله وعلي علوان مع اصحاب الخبرات بقى يعني اصحاب الخبرات زي عبد الله نصيب واحسان الحداد ويزن العرب طبعا يزن ده قدم بطوله هايله جدا المدافع محترف في العراق بالتحديد. تغيير طريقه اللعب اصبح منتخب الاردن اكثر صلابه دفاعيه هو منتخب قوي هجوميا بس كان عنده مشكله دفاعيه فدي اللي كانت بتخليه ما بيقدرش يحقق الانتصارات. لما عمل المعادله السهله ان هو دفاع قوي وهجوم قوي حصل ايه بقى يكسب لا ومش بيكسب بس ده بيقدم مستويات وصلته للفاينل فاينل وكان اقرب للفوز يعني لولا تالق برشم مع يعني انا عندي تحفظ بس على احتساب ركله او اثنين من ركلات الجزاء مش هقول ثلاثة صح هو احتسب ثلاثة ده غريبه جدا يعني, يعني اول مره من ثلاث ضربات جزاء اكرم عفيف وسجلهم واكرم مش المتخصص يعني الغريبه ان اكرم مش متخصص تنفيذ ركلات الجزاء ولكن لان الجهاز الفني المنتخب قطر كان عايز يكافئه انت قدمت قدم بطوله عظيمه اكرم عفيف لاعب موهوب جدا الهداف وعمل ارقام خزعبليه يعني من حيث التسجيل والصناعه خلال البطولتين ما حدش حققهم على مدار على مدار البطوله يعني بالتالي منتخب الاردن عمل بطوله قويه جدا هتساعده في تصفيات كاس العالم يعني انا قلت لحضراتكم ان هو خسران ماتش ومتعادل الماتش في نفس الوقت منتخب العراق يعني منتخب الاردن اطاح بيه منتخب العراق قوي جدا منتخب العراق من المنتخبات الواعده جدا وانا بقول من خلال منبر حضراتكم ان العراق هتكون موجوده في كاس العالم المقبل وهتعيد امجاد العراق بتاعه التمنيات والله احنا نتمنى ذلك دي حاجه تساعدنا منتخب مرعب انا يعني مسؤول عن كلامي منتخب العراق اللي قادم منتخب قوي جدا عملوا حاجه حلوه بالمناسبه يعني الاتحاد الاردني والاتحاد العراقي خلوا المسابقات المحليه قويه جدا يعني معروف في الاردن الفيصلي والوحدات دول القطبين هناك لا دخل دلوقتي فرق زي الحسين اربد زي شباب الاهلي حتى تلاقي يعني لعيب المنتخب من اللعيبه دي من اللعيبه دي ومن والرمثة واحد من الفرق اللي بتقدم مستويات قويه جدا في الاردن نفس الوضع مع الكره العراقيه يعني الزوراء مع كابتن حسام بدري عامل اداء كويس جدا القوى الجويه الشرطه طبعا اللي هو الزعيم الكره العراقيه حاليا الكره كربلاء كل الفرق دي عندها لعيبه عندها لعيبه كويسه بلس بقى حاجه مهمه ابناء العراق المولودين في الخارج اوكي احنا ما بن يعني استدعوهم بقى المحترفين منهم استدعوهم والاتصالات والاتحاد بيسافر والله برافو انا مبسوطه جدا ان هم بيعملوا كده اقول لحضرتك على حاجه خلي بالك انا اسف يا كريم بس بيعملوا كده امتى بقى كمان في الوقت اللي الدوله ككل الدنيا فيها مش مستقره اصلا خالص بس هم مركزين وشايفين شغلهم بيعملوا ايه خلي بال حضرتك الكونغو بدات تستعيد جزء كبير جدا من قوتها وظهرت في البطوله الحاليه ليه عندها عدد من اللاعبين كتير جدا بالتحديد في بلجيكا بلجيكا وفرنسا بس الاكتر في بلجيكا انت مش هتلعب في منتخب بلجيكا الاول تعال العب معايا ايه المشكله انك تروح تتابع اللعيبه دي هم ما بيلعبوش ليه مع المنتخب الاول مش هم متجنسين المفروض لا مش متجنسين هو يحمل الجنسيتين اوكي واللوائح بتاعه الاتحاد الدولي حتى لو لعبت مباراه يعني تواجدت في الفيفا ديت في مباراه وما لعبتش يعني لو انت في السبورت حسبت على المنتخب ده لا ممكن تروح تلعب منتخب تاني دلوقتي بقى في يعني في ليونة مرونة بالظبط اكتر من لاعب زي الجزائر ما عملت وقدرت انها تستفيق وتعيد مجد جزائر التسعينات زي ما المغرب بتعمل دلوقتي المغرب في اكم من لاعب مولود اصلا اوريدي في فرنسا ومولود في اسبانيا ده لسه ده هم بيشوفوا كمان الاجيال اللي صاعده اللي عندهم 17 و18 سنه مستمرين مش مجرد ان احنا خسرنا او ان انا عندي خلاص انا مثلا عندي يوسف النصيري او سليم املاح او اقرب مش عارف حكيمي لا انا عايز اعمل جيل واثنين
وثلاثة. ونقطة برضو مهمة ويا ريت يا ريت يعني رسالة للكابتن علاء نبيل، منتخب المحليين المغرب مع حسين عموتة هي اللي عملت الجيل ده، جزائر أيضا مع مجيد بقرة عملت جيل قوي للجزائر من اللعيبة المحلية. أنا كنت لسه بتابع مباراة في الدوري الجزائري وكتبت حتى عنها، ياسين تطراوي، ياسين تطراوي ده لاعب اتحاد برادور أو أتلتيك برادو يعني زي ما بيقال عليه في الجزائر، ده هيبقى أحسن لعيب في أفريقيا كلها. والله عنده كام سنة أصلا؟ مواليد 2004. أوكي طب أنا عايز أسألك على حسين عموتة، هو تتوقع هيكمل مع الأردن ولا دلوقتي مش هيكمل؟ أنا لو هتسألني من وجهة نظري متواضعة جدا بخبراتنا يعني اللي احنا بنسمعها، لا أعتقد هو لازم يكمل. هو طبعا هياخد دعم كبير جدا بالزبط. جدا جدا، وهو خلاص بقى يعني فتى الشاشة الأول في الكرة الأردنية، يعني مش اللاعبين بس فقط. وفكرة إن أنت مدير فني تخليه عنده استقرار شوية ده بيفرق بشكل كبير، خصوصا إن هو نتائجه ابتدت تتطور زي وقت كيراش بالمناسبة. ناس كتير قالت لك كان المفروض يكمل لأن هو ابتدى وأولا وصلك للنهائي، بلس إن هو اللعيبة ابتدت تتأقلم على الأسلوب بتاعه، وهو كل ما بيقعد أكتر مع المنتخب ممكن العطاء يبقى أفضل يعني أو النتائج تبقى أفضل. تسمح لي أحييها على السؤال ده؟ طيب ده كتير ده كتير. شفت انت بقى خلال البطولة الحالية قالوا عن اللعيب المنتخب المصري انها بتلعب بالروح صح؟ والله يعني والروح كانت غايبة الى حد كبير برضه، بس ظهرت في 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 لقطات كتير جدا، كانت طاغية عن الفنيات بالظبط، ما كانش في فنيات، مش طاغية، ما كانش في فنيات نهائي. واللعيبة كانت بتلعب بالروح وبأسمائها، انا مش قاسي والله، انا بتكلم بحقيقة. كيروش عمل المعادلة دي، كان في روح، وشفتوا الراجل كان بيسجد وبيقع وبينفعل على الحكم خلال البطوله اللي قبل الماضيه، يعني ده كان بيدخل يتخانق وتم طرده وكان بيدير المباراه النهائيه بالمدرجات. لا هو كان فعال جدا وكان حماسي وكان منفعل وكان نفسه يعني رغم كم البطولات والانجازات اللي حققها كمدير فني، هو بس هو بيخلق ضغط نفسي. هي المقياس؟ لا مش يعني الرياكشنات بتحدد جوده المدير. لا 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 خالص، انا اذا كان كده كابتن حسام حسن هيولع الدنيا بقى. لا هو بيتكلم عن انا تحدثت مع كابتن ضياء قلب فعلا وكابتن وائل جمعه عنه، لا كان راجل مش فكره جاي عامل عقد وخلاص جدا. انا يعني اتكلمت معاهم بشكل شخصي بلاس الفنيات كانت باينه، انت خلال مباراه النوك اوت يعني المباراه الوحيده اللي ما كنتش افضل حاجه فيها مباراه نيجيريا اللي احنا خسرناها، من بعدها غينيا بيساو السودان كوت ديفوار المغرب بالكاميرون انت الطرف الافضل، حتى في الفاينل كنت ايكوال يعني السنغال بعنفوانها بساديو ماني اسماعيل صار بالليله بتاعتها دي كلها انت كنت ند، كنت يعني تقدر تكسب في اي وقت مع تالق بقى. بس الحماس ده ما ظهرش على محمد ابو جبل، ما ظهرش على محمد عبد المنعم وهو بيلعب صح صح اول بطوله دوليه ليه، ما ظهرش على امام عاشور وهو بيلعب باك رايت بعد اصابه اكرم توفيق بالصليب واصابه عمر كفايه عبد المنعم ده اصلا. لا انت بتلعب من غير يعني انت كنت بتلعب ايمن اشرف في نص الملعب، اكتشاف عبد المنعم يعني كمان كان امر رائع، كان لازم كيروش بس هو الراجل في المؤتمر الصحفي قال لك حاجه واحده، سيبونا اشتغل ومحدش يتدخل، قالوا لا امشي. ايه ده كان طموحه عالي قوي، عايز يشتغل ومحدش يتدخل. يا جماعه ده بالنسبه للي فات اللي جاي بقى، مجيش برضو حسام حسن رؤيتك ايه؟ انا بقول لحضرتك من دلوقتي كابتن حسام حسن هيمنع تماما اي حد يتدخل في شغله، ودي يمكن من ايجابيات التعاقد معاه. نامل ذلك. لا محدش هيقدر يتدخل حتى في شغله. تم الغاء منصب المشرف العام على المنتخب بمجرد تعيين كابتن حسام حسن. كابتن محمد يوسف. لا كابتن محمد يوسف اتظلم في الموضوع ده. هو كابتن محمد وحشه جدا صراحه، انا عينته الساعه كام ومشيته والقرار خارج من اتحاد الكره رسمي موجود على صفحه أيوة. الاتحاد هي دي اللي ان تعيين كابتن محمد يوسف مدرب عام لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي باينه جدا طبعا. وفي يوم وليله الكلام اتغير، يا اما كابتن حسام اجنبي واحنا مش واخدين بالنا قد يكون. متهيأليش بعيده قوي. الدنيا عندنا حلوه يا عم حسام حسنوفيتش. عايزين نعمل اي حاجه بنعملها، وفي الاخر الجماهير هي اللي يعني بتتضحي، اللي هي بتدفع الثمن. والله دي حقيقه، والله دي حقيقه والله. واللاعبين بتبقى ضحيه، يعني في لاعبين بتتظلم، يعني في لاعب زي مصطفى محمد قدم بطوله قويه جدا اتظلم، وهيتم يعني انسى بقى خلاص المستوى اللي قدمه واللاعب والمجهود اللي عمله مروان عطية، يعني بيتظلموا في وسط المنظومة الغير إدارية دي. أنا مش هينفع أقول أي لفظ تاني، بس هي إداريا لا احنا مش أحسن حاجة للأسف. هستأذنك نقف عند النقطة دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل.
رحب بحضراتكم، اكيد حديثنا مستمر، وده كان اخر فاصل مع الاستاذ كريم فضل الناقد الرياضي. انا تعبت من المنتخب، تيجي ندخل بقى على الاهلي. والله بقى لنا فتره. هقول لك على حاجه، اللي مضى اتكلمنا فيه كتير جدا، واللي جاي ما حدش عنده اقتناع كبير ان هو هيبقى مختلف، يعني الا لو شفنا على الارض حاجه. احنا كده كده بندعم وكده كده عندنا امال كبيره، لكن محتاجين نطمن، وده لسه بدري عليه. مش هنقدر نحكم ابدا من دلوقتي على كابتن حسام حسن او اي حد بقى يطلع ينتقد او يقول كلمه، يعني ده كده سابق لاوانه بشكل كبير جدا، وده مش دورنا الحقيقه حاليا تماما. فعشان كده انا افضل ان احنا نقفل المنتخب شويه، نروح للاهلي. عندنا استعدادات دلوقتي مهمه جدا، فتره صعبه جدا كمان، تحديات محلية وقارية افريقيا. خلينا يعني نتكلم معاك في النقطة دي، ونبدأ بفكرة او فترة الاعداد، ومع الفترة دي عايزين كمان نتكلم عن الجول كيبر او حارس او حراس المرمى بتوعنا، لان طبعا انت عارف هذا الملف مش هقول شائك، لكن في كلام كتير مؤخرا. طيب قبل بس ما نختم موضوع المنتخب، شوف انت برضو مصر. لا هي بس حاجة يعني مسج صغيرة فضل. طبعا من الأساس يعني عايز تصلح المنظومة من الأساس بتاعها، مفيش مبنى إلا إذا كان بأساس ثابت، صح؟ طيب الأساس بتاعك اللاعبين الناشئين والبراعم المستوار، إلغي الاستثمار الفاشل اللي بيحصل ده، وطور منظومة الاستثمار الرياضي، ملاعب الترتان تتلغي، الاختيارات والمحسوبية والواسطة تتلغي، هيبقى عندك منتخب قوي. هي دي اخر نقطه، اهم نقطه الحقيقه، يعني دي المسج يعني. خلينا نبدا منها وبعدين نكمل. بالظبط، انا بتكلم هنوصل بجد. هنوسل لمستوى مذهل، لان المهاره موجوده في جينات المصريين. يعني لو سالت اي مدير فني اجنبي تولى تدريب منتخب او انديه في مصر، هيقول لك اللاعب المصري مهاري جدا، وتفتكروا كانوا بيشبهونا بالبرازيليين يعني في حته المهاره. يعني عشان نخرج منها ونروح للنادي الاهلي، انا مش شايف اي، بالنسبه لي ككريم، انا مش شايف اي قلق او توتر في ملف حراسه المرمى. واثق جدا جدا في مصطفى شوبير وحمزه علاء ان هم يتولوا المهمه في بطوله افريقيا، وواثق جدا جدا في محمود الزنفلي. محمود الزنفلي ده واحد من الحراس الموهوبه، واللي كان وكنت اتمنى بشكل شخصي ان هو ينضم في سنوات سابقه. يعني فترته مع الاتحاد السكندري بالتحديد كان مميز فيها جدا، ولكن هي كانت مؤجله علشان خاطر ربنا يراضي الولد، لان هو صابر كتير، والموقف اللي حصل معاه بتاع البنك الاهلي والانضمام من الداخليه ثم التراجع عن القرار والكلام ده كله، بس عشان النيه بيضه. بالظبط، فكانت مكافاه ربانيه يعني. وهو كامكانيات حارس موهوب جدا، يمتلك طول قامه جيد في اللعب بالقدم، والخروج في الانفرادات، والتصدي للتصوير. بس هي فعلا حاجه لازم نقف عندها شويه، لان شوف انت ده بياكد لك انت ممكن تكون بتحلم بحاجه وشايف ان هي افضل شيء ليك، ربنا يشايل لك حاجه تانية خالص. ما احترمنا طبعا البنك الاهلي، بس لما كتب التصريح بتاعه قال لك قدر الله ما شاء فعل، بعد كده بقى قدر الله ما شاء فعل عشان شايل لك النادي الاهلي برضو. طبعاً يعني طبعاً لازم الواحد يؤمن ان ربنا بيشيل له الافضل، حتى وان كانت فتره اعاره ست شهور. احترمنا برضو البنك الاهلي يعني. انا متاكد انه هيكمل، يعني انا متاكد ان نتمنى هيكمل ان شاء الله زيالة. وهيكون واحد من الحراس المؤثرين مع النادي الاهلي، بس دي فرصته هو بقى، الموضوع مقام او متوقف عليه هو. بالظبط، وانا بقول لك هتبقى منافسه قويه جدا بينه وبين اوفا لصالح الفريق. يعني اما يكون عندي اثنين حراس مرمى مميزين وموهوبين، واي نوت يعني، ايه المانع؟ صحيح. بلس بقى لما يرجع الشناوي بالسلامه ان شاء الله هيبقى المنافسه اقوى واقوى، واتمنى ان في وقتها بقى ان الافضل هو اللي يتولى حراسه المرمى. صح، يعني ما بيحصلش تدوير كتير ليه في حراس المرمى يعني. لا هو مركز حساس شويه يعني، بيحتاج استمراريه يعني، بعكس باقي المراكز. يعني انت لو حضرتك بصيت على كل فرق العالم بتلاقي في حارس اساسي وفي حارس احتياطي. الحارس الاحتياطي ما يقلش عن الحارس الاساسي كفاءه، بس بتشوفه احيانا يعني عشان انت مع يعني ما عندكش، يعني بتعتمد على ان انت تشوفه بس على اصابه الحارس الاصلي ده هنا. لكن بره مثلا هناخد كمثال في انجلترا، في بطوله الكاس الاتحاد ورابطه الانديه المحترفه او والدوري، بلس بقى البطولات القاريه. فانا بشترك في اربع خمس بطولات، فبالتالي ممكن ادي فرصه لحارس واثنين وثلاثه. بعكس هنا انت الاهلي مثلا بيشارك في الدوري والكاس ودوري الابطال. الاهلي مثلا بيدي اكتر من فرصه، مثلا شفناها مع امير عبد الحميد، شفناها مع مصطفى شوبير نفسه في مسابقه الكاس، انه بيشترك، بس بتبقى عدد مبارياتها قليل جدا. يعني وارد جدا الاهلي مثلا من دور 16 يخرج او 32، فبالتالي بتبقى مشاركتك لمباراه واحده. لكن لو الاهلي كمل في البطوله واديت الحارس فرصه، بيستمر في المشاركه.
فيعني اتمنى ان فعلا يكون في عمليه تدوير وروتيشن، بس بحسابات عشان خاطر الاهلي من الفرق اللي بتخاف على رصيدها من البطولات. اكيد اكيد. طيب تعالى نرجع بقى للمعترك الافريقي اللي الاهلي راجع عليه وشباب بلوزداد في البدايه كده، ورؤيتك برضو مش بس الماتش ده، للي جاي عموما في المشوار الافريقي للنادي الاهلي. هو مطمن من ايه وقلقان من ايه؟ اللي قلقان منه شويه فتره الراحه الطويله اللي لاعبي الاهلي اخذوها، ممكن تكون سلاح ذو حدين. يعني يا اما راحه واستشفاء يا اما شويه كسل كده. وللاسف برضو المصري، لو اللاعب المصري بيحس بدلع شويه كده لحد ما يتشد ودنه يعني. فدي مقلقاني شويه. لكن اللي مطمني اكتر ان في اكتر من عنصر جاهز. الحاله الفنيه اللي ظهرت في المباريات الوديه الاخيره، مودست لو تتذكروا انا كنت معاكم وكنت واحد من الناس اللي كنت بدافع عنه، ولا زلت مصمم يا جماعه هو لاعب بامكانيات كبيره جدا. بس هو كان لسه فيه يعني جاي من دوري مختلف تماما، لسه اجواء مختلفه، بس لازم احنا ايه الناس تقعد تك تك تك. الصبر. ما هي دي الصبر. هي دي والله. لسه يعني مودست عنده الصبر جميل بس نصبر. للي لا مودست، امام عاشور، مروان، حسين الشحات، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، علي معلول. لا العناصر الاساسيه جاهزه. بلس حتى كريستو يعني بدا يخش في الاجواء. عوده رضا سليم دي عوده مهمه جدا 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 على الشق الهجوم، لان رضا لاعب عنده حلول وبيقدر يلعب طبعا سواء جناح يمين او جناح شمال. لعيب هايل الحقيقه. جدا جدا. وسام ابو علي واخر المستجدين في النادي الاهلي. بس وسام مصاب للاسف. يعني انا بكلمك على فكره انضمام الناس اللي انضمت اخيرا للنادي الاهلي في الفتره الاخيره. يعني برضه اضافات قويه. انا عندي نقطه ضعف كده تجاه كل ما هو فلسطيني بسبب الاصول يعني، ولكن اضافه قويه جدا جدا هجوميا، ولاعب اتوقع انه هيبقى منافسه. انت متخيل منافسه مودست، كهربا، وسام ابو علي. لا منافسة شرسة يعني. منافسة شرسة. كل لاعب فيهم بستايل مختلف يعني. مودست طول القامة، الكرات الرأسية العالية جدا، كهرباء المشاكسة والمناكفة بتاعته مع المدافعين والمهارات الكرة على الأرض، وسام أبو علي السرعات وقوة التصويبات، وأيضا بيجيد اللعب بالرأس. فأنت عندك ثلاث لاعبين بستايلات مختلفة جدا تقدر توظفهم حسب سير المباراة أو حسب قوة المنافس أو حسب طبيعة المنافس. يعني لو أنت بتلعب فريق بيتميز لاعبيه بطول القامه واجاده ضربات الراس، بالتالي هتلعب بمودست. رضا اوريدي ان شاء الله هيشارك يعني. فرقه محتاج انك بتلعب كره سريعه وبتلعب كره على الارض وبتلعب ضغط عالي. لا يا اما وسام يا اما كهربا. فانت عندك حلول كتير جدا. وانا بقول لحضرتك مع تولي حسام حسن المسؤوليه، في لعيبه كتير جدا من الدوري المصري وبالتالي من النادي الاهلي هتحاول تظهر بشكل قوي علشان خاطر هي واثقه انها هتاخد فرصتها مع حسام حسن. فدي نقطه لازم تتحط في الحسبان. من بين اللاعبين دي اللي انا متوقع حسين الشحات. ده المفروض ومن زمان. يعني حسين وياسر ابراهيم هيكونوا عناصر اساسيه مع حسام حسن. بس هيجيب حسين الشحات مكان مين؟ ما هو يعني خلينا برضو المركز بتاع حسين الشحات، تفتكر هيتنزل عن مين من المحترفين؟ اللي ياثر حسين الشحات هيلعب مكان. مش شرط يكون سين او صاد من اللاعبين. انا بقول لحضرتك اللي هيأثر هيكون حسين الشحات. هو ليه دايما بيتم الاعتماد وكانه امر مسلم بيه ان انا لازم انا كمحترف يبقى انا الاقدر بالتواجد في هذا المركز مع المنتخب؟ يعني هي دي معادله سليمه ولا مش شرط يكون؟ لا طبعا يعني مش شرط. مش لان دايما بيتم الاعتماد على المحترفين. طيب يعني مفيش مدير فني جه ما اعتمدش على المحترفين بتوعنا كلهم. هقول لحضرتك مثال بسيط جدا مع منتخب الانجولي اللي كنا لسه بنتكلم عليه. منتخب انجولا عنده جناح واحد من افضل اللاعبين في مركزه في الدوري الايطالي. ليفامبو. لاعب صغير في السن، مهارات وسرعه وقوه حاجه مش طبيعيه. في الدوري الايطالي مش بتكلم في دوري صغير. لكن المدير الفني لمنتخب انجولا كان شايف ان جيلبرتو جناح بيترو اتلتيكو هو الافضل. ولعبه ونجح وكسب الرهان وكان واحد من نجوم البطوله. نفس اللي حصل مع امير سيفاييه لما استبعد ابراهيم سنجاري. ابراهيم سنجاري ده يا جماعه يعني برشلونه ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ليفربول بيتخانقوا عليه، هو لاعب في ايندوفن بيتخانقوا حرفيا عليه وبيقدم مستويات مرعبه في الدوري الهولندي، لكن هو اختار انه يلعب بكيسي وفوفانا. جميل؟ وضاف عليهم في النهائي
سيري دي ده انا تقريبا من ساعه ما انا اتولدت بيلعب، يعني انا مع منتخب كوت ديفوار من زمان جدا وبيلعب في الدوري السويسري، يعني مستوى اقل شويه، بس هو شايف ان هو محتاج الخبرات في المباراه قويه وتقيله زي دي، بالتالي عمل ايه؟ لعبه. مع العلم ان الاثنين سن واحد، يعني الاثنين في سن واحد، اللاعب والمدير الفني، بس هو اختار ده بياكد كلام حضرتك ان الافضل هو اللي يلعب، مش شرط ان كان بيلعب في مانشستر يونايتد ولا بيلعب في مانشستر سيتي ولا في ليفربول، قصاد لاعب في الدوري المحلي ده اللي هيقدم لي المطلوب منه فنيا هو اللي يلعب. اللي نهاوند بتكلمك عليه ده بقى من ضمن المطالبات اللي الاصوات ارتفعت بيها بشكل ملحوظ بعد النسخه دي من الحقيقه، يعني قال لك يعني ما معناه بالبلدي كده، يا فرحتنا بالمحترف لو احنا مش شايفين منه اي اماره للاحتراف ده. بص، اللاعب المحترف لو ما جاش لاعب اساسي زي نفس الفكره في الانديه، يعني انت ما تجيب لاعب محترف عشان يصنع الفارق أكيد. او مميز عن اللاعب المحلي، انما يجي يلعب يقعد احتياطي ملوش لازمه، صح ولا لا؟ صح. اللاعب المحترف في الدوري الاوروبي لو ما جاش بقى اساسي ومؤثر مع المنتخب الاول لبلاده ما يلعبش. يعني انا ايه فعلا يا فرحتي ان انا عندي مثلا 20 محترف ملوش حاجه، يعني ما ايه اللي انت بتقدمه لي؟ ايه اللي بتقدمه لي؟ مع العلم يعني انا واحد من الناس اللي بتناشد الانديه تسمح بالاحتراف لاعبيها وكل ده، بس هو تاريخنا كله بيقول ان اللاعب المحلي هو اللي كان دايما بيصنع الفارق. حققنا كل بطولاتنا من 86 ل 98 ل 2006 و8 و10 بلاعبين، ما كانش وقتها الاحتراف زي دلوقتي خالص يعني. لا بالعكس، طب ما كانت افريقيا كلها محترفين، احنا بتكلم عندنا مصر. لا طبعا ما كانش زي كده، بس انا اقصد ان كان في الوقت ده برضو كان في لعيبه محترفه، ولكن كنت بتعتمدي على العنصر المحلي لانه كان اكفى حتى في الاداره الفنيه، يعني حتى كمدربين. طبعا يعني وطني. يعني كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه هم اللي حققوا لك الانجازات والبطولات دي. طبعا اذا استثنينا تاهل منتخب مصر في 2018 مع كوبر. يعني انا عايز اسال حاجه، هو ليه ما بيتمش الاستعانه بكابتن حسن شحاته يعني في الجهاز الفني، مش مهم كايه، بس وجوده بشكل استشاري، يعني وجوده حتى لو استشاري فعلا وجوده اعتقد هيعمل فارق كبير جدا. والله انا بقى بضم صوتي بصوتك، يعني اتمنى ده. راجل عنده خبرات كبيره جدا جدا جدا، وراجل يعني مدير فني تقيل، يعني مدير فني من يعني عندك الصحيح. كوادر يعني ممكن يتخوفوا ان ده ممكن ينتج عنه زمزقه من المدير الفني ايا كان مين هو؟ وارد، ممكن يكون حاسبينها بس الحاجات دي برضه اعتقد بتتاخد في الحسبان اكيد. ماشي، بس هو انت عندك مناصب داخل الاتحاد تقدر تستفيد بيها، يعني لما هم تيم في الاخر لازم نشتغل كتيم، يعني الا كده ملهاش هو لازم. انا برضه انا يعني سؤالكم ده هيخليني اسال سؤال مهم، هو ايه دور المدير الفني للاتحاد؟ يعني هل هو وتم تعيين مؤخرا مدير فني للاتحاد؟ ما هو لا، هو طول عمره موجود، يعني المنصب ده موجود، يعني كان دكتور محمود سعد و لسنوات طويله جدا جدا، وخلاص مؤخرا طبعا كابتن علاء نبيل، يعني حد شاطر جدا شاطر جدا في الشغل سواء فني او اداري، وحقق نجاحات كبيره مع زد، بالتالي تمت الاستعانه بيه طبعا، ولاعب عنده خبرات، يعني كابتن علاء ده لسه من يومين تقريبا يعني هو اهلنا لوس انجلوس بهدفه التاريخي في الجزائر، ولاعب دولي يعني عنده خبرات دوليه كبيره، لعب مع المقاولين العرب طبعا، حقق بطولات محليه وافريقيه. هي الفكره كلها انا عايز برضو افهم ايه منصبه، يعني انت بس هل هيبقى دوره استشاري ولا هيبقى تعيين مدربين ودورات، يعني انا مش وهل توجيهاته هتبقى ملزمه ولا مش بالضروره مثلا برضو، يعني كل ده لازم يتحط في الحسبان، ولازم يبقى خطوط عريضه كده واضحه. انت دورك 1 2 3، المدير الفني هيجي هيشتغل على استراتيجي وبتقول 1 2 3 بالتعاون مع المدير الفني. انت مع المنتخب الاولمبي انت ما فيش اي كوميونيكيشن بينك وبين بيكالي. انت يا جماعه انت المنتخب يعني اعلى معدل اعمار في البطوله كان منتخب مصر، المنتخب الوحيد اللي ما فيهوش لعيب تحت 24 سنه مصري، يعني اصغر لاعب عندك محمد عبد المنعم مواليد 99. يعني لا، كان في شويه حاجات مش طبيعيه. انت جاي تقول انا ببني جيل جديد مين؟ يعني جيل جديد مين وانت عندك 10 لاعبين 30 سنه؟ انت لغايه ال 23 بتقول ان عندك ناشئ، مش عارفه ازاي يعني احنا بنقيسها بقياسات جايزه اللاعب الناشئ عند مواليد سنه 90 سنه. نورتنا يا كريم، بشكرك جدا على وجودك معانا. انا اللي بشكركم والله، ببقى سعيد اكون معاكم. يعني احنا كمان بنسعد دايما بوجودك، بنشكرك عليه شكر جزيل، والشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان على حسن المتابعه. بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء. صباح الفل.